بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير. أذكر في أوائل التسعينات وأغلب صحفيين كبارهم وصغارهم كانوا بلا عمل آنذاك للتحولات السياسية الكبيرة التي حدثت في بداية التسعينات، قمت بتأسيس استوديوهات المساء للإنتاج الإعلامي، وفي صباح جميل لا زلت أذكره لأنه في الذاكرة وإنني لا أتحسس تفاصيله كأنه حدث بالبارحة، سكرتارية الاستوديو قامت قالت لي في الأستاذ برعي بالخارج، يعني لم أصدق، لأنه هنالك مجموعة من الأساطين في تاريخ مدينة أم درمان تراهم ببصيرتك ولا تراهم ببصرك، في كورة صديق منزول وفي الموسيقى برعي محمد دفع الله وفي الغناء إبراهيم عوض، والقائمة تطول من الأذكياء والفنانين والمبدعين، فوجدته برعي محمد دفع الله، ويا للسعادة ويا للبشرى. أول شيء اصطنعته لنفسي صديقاً، وقام قال لي نصيحة غالية جداً. قلت له قبل ما تقول نصيحتك يا برعي تشرب شنو؟ قال لي شاي فقط يعني. فقمت قلت له يعني حقه طوالي نعمل مطلع حبيبنا الليلة جانا وشرب الشاي معانا. فقام قال لي انتم معشر الصحفيين تكتبوا في الجرائد كلام كبار، لكن لم تكتبوا غنى بتكتبوا حاجات صغيرة. وتذكر طوالي أغنية فضل الله محمد في حب يا أخواننا أكثر من كده. النصيحة الغالية قال لي يا أخي أعمار أمة محمد دي ما بين 50 و70، فأرجو أن تسارع وما تتبع السوق، أن توثق لكبار المطربين في بلادنا. قلت له رغم أنه المسألة دي للجيل الجديد ليست سوقاً ولكنها فكرة عبقرية، وقال لي أنا حقود الأوركسترا للتسجيل بنفسي يعني. فأنا سعيد جدا بأنه في اليوم الثاني طوالي جاب لنا العاقل محمد حسن واستقنا له أجمل مما عنده من أغنيات، وبعد يومين ثلاثة جاب لنا تاج مصطفى وجاب لنا عبد الدافع عثمان، وأصر بنفسه يضرب لثنائي الجزيرة وثنائي العاصمة وتوالوا الفنانين الكبار وعبدو ورحلوا سراعا. والغريبة عمل كل الحاجات دي وأصريت عليه وأنا يعمل لنا مقطوعات الموسيقية في شريط، رفض بإيباء، قال لي أنا جيت أوصي على ديل. فبرعي محمد دفع الله إذا كان السودان يذكر بأرضه ونيله وإنسانه وأفكاره وتجربته البطولية في صناعة الحضارات والحكومات والثورات، فهنالك بعض الكوادر والنجيمات البعيدة التي صنعت هذا المزاج الذي نعيشه الآن. أنا أعتبر كل عمل فني أداه برعي محمد دفع الله يصبح مدخلا لهذا المزاج، ولذلك دعونا نفكر عبر أنامل برعي محمد دفع الله بمقطوعة أرجو أن تكفيني قلق المنابر والعيون في هذه الليلة المباركة. Thank you.
أنا عامر الاحتفاء والسعادة بأن نكرم في هذه الليلة برعي محمد دفع الله. والراحل برعي محمد دفع الله مثقف وصاحب أنس وإمتاع ومؤانسة وإداري مقتدر وموسيقار وملحن. اليوم نحن نحتفي بهذه الشخصية الملونة بواحدة من الأطياف التي تحتمل في نفسه الفنانة. اليوم نحن في حضرة تكريم الراحل الموسيقار برعي محمد دفع الله ملحنا. يشاركني في التكريم الكبير هذا أخونا الدكتور أنس العاقد، وأيضا الموسيقي والمهندس زرياب برعي محمد دفع الله، وأيضا يساهم معنا أخونا محمدية لأنه تربى تحت كنف هذه الشجرة الوريفة من عبقرية الأداء والألحان، ومعي مجموعة من الفنانين الشباب أيضا هم بقية عهد زرياب السوداني برعي محمد دفع الله. أستاذنا دكتور أنس دائما لما يكون شغال معانا برعي يضرب لي على المك بصوته الفخيم: يا أستاذ الحلاب معك. نعم، هو كان بيقول لي برعي الحلاب. نعم. لأنه يفتكره كأنه يستحلب من هذا العود هذه الأنقام. نعم. العبقرية. نعم. فلنجعل هذا مدخلا للحديث عن برعي محمد دفع الله. أين مكانته في الموسيقى الأفريقية والسودانية والعربية؟ والله يا أستاذ حسين خواجري، أنا في الأول يعني أفتكر أنه أنا أشارك في هذه الحلقة للتكريم أحد أساطين الموسيقى السودانية والذي سيبقى تاريخه خالد يعني لمدى بعيد، يعني لأن أشارك في التكريم لي أنا يعني في أنه أنا أقول بعض الكلمات في هذا البحر. أستاذك كمان. وهو أستاذي ولي معه صولات وجولات، يعني أحببنا بعض، وهذا رجل أكرمني بحبه وبرعايته وكان يقف معي كثير في كثير من المواقف التي كنت أحتد فيها في نقدي للآخرين وهكذا. لكن برعي محمد دفع الله رحمة الله عليه كموسيقي، يعني نستطيع أن نقول إنه استطاع أن يوطن العود في السودان ويسودن ويحول إلى آلة تغني سوداني ويحافظ على المزاج السوداني، الإبداع السوداني. مش كده وبس، يعني أنا أفتكر إنه التكنيك العرف به برعي محمد دفع الله نادر، وأعتقد جازما بأنه هذا الأسلوب الذي عرف به برعي محمد دفع الله نادر من يستطيع أن يجاريه الآن، ما إنه سبق الناس، وسبقوا طبعا كثيرين من 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 العازفين العود، لكن هو استطاع أن يتميز عن إلى الآن، يعني إلى الآن ما في يعني عازف عود يستطيع ان يعزف عود كما يفعل برعي محمد دفع الله. وهذا بتفتكر انه يا استاذ الدكتور انه اجادته للعزف العود هي مقدمه لعبقريته كملحن وموسيقار؟ دي بدايه الانطلاقه، يعني انا يخيل لي انه استاذنا برعي محمد دفع الله كان يهيئ نفسه لا ليكون عازف عود، وكان يهيئ نفسه ليكون مؤلف، وهذا كان سهل عليه لانه هو يؤلف بالعود ويترجمه بالالات، لكن كان عنده احساس بانه هو يستطيع ان يكون ملحن. انا قال لي شيخنا رحمه الله عليه بدر التهامي انه الاستاذ برعي محمد دفع الله كان في بداياته خجول، وكان يخشى من يعني ناس احمد المصطفى وحسن عطيه والكبار الطريقه السودانيه على الطريقه السودانيه، وكان يحبهم حبا جما، لكن لما اتيحت له الفرصه
يلحن اول لحن له مسرع زهره هو زرعوك في قلبي. زرعوك في قلبي. فاثبت انه عنده الملكه، لانه سبحان الله يعني مع انه لحن لكثيرين جدا جدا، وحنسمع كيف استطاعت الحانه تؤدى باصوات عديده. انا افتكر انه الحان برعي يستطيع ان يؤديها اي انسان متمكن، مثل ما الحان كرومه يستطيع ان يؤديها اي انسان ثاني. وافتكر انت علقت لي كده وقلت لي يعني بعد كرومه ثاني ما في الا برعي، لانه اذا اعتبرنا عبد الرحمن الريح اضافه ومعبر، فهو هو 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 استطاع انه في 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 وقت وجيز يعني كلها زي 10 سنوات كده ثبت المدرسه بتاعته، واثبت انه عنده مدرسه راسخه لحن لكل اغلبيه الناس. طبعا احنا في الحلقه دي يا دكتور اصلا دايرين نستعرض تجربته كملحن. من عبقريه برعي هو زي في حديقه الفن السوداني يختار اي زول بيفتكر انه صوته فيه حاجه يعني بتهبش الشعب السوداني ومشاعره. ولذلك يعني انا قلت لهم لو الزول جمع الاغنيات بتاعت برعي الدال للاخرين هي تصلح مصنف استثنائي ومعياري في الحكم على الحان الاخرين. يعني الوصيه لوردي اللي هي نقلت وردي ذاته لمرحله متقدمه، وهو يعترف بذلك. وردي بالمناسبه ما في زول لحله غير برعي والطاهر ابراهيم في نشيد. لو مسكنا مثلا اللحن بتاع انساني بتاع الشفيع اللي هو عبد المنعم عبد الحي، لو مسكت الزرعوك في قلبي هو طبعا استاثر عبد العزيز بكله، لكن الزرعوك في البدايه يعني ممكن الزول يصدق انه افندي صغير في 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 الابيض ممكن يختار عبد العزيز داود ويديه لحن مكتمل. نعم يعني اول يعني حتى ضعف البدايات ما موجود. نعم فنحن وبعدين ادى ابراهيم عوض حب مكان، اداه جمال دنيانا يعني هو كان بيفهم صوت اي يناسي. نعم وانا يخيل لي اي اغنيه اداها لاي فنان خلى الفنان ذاته يعيش في تحدي. نعم ليصبر. نعم ليتجاوز. نعم نص. نعم برعي. انا افتكر برضو عشان زي ما استمعنا في الموسيقى في الالحان دايرين الناس يستشعروا نعم التجربه الرائعه والموهبه. نعم لبرعي. نعم خلينا نبدا بحلفه من الشمال كده جدا. طلال حلفه و أنساني للشفيع. بتفوح غدا نصبي
يزرون رياح بالدوح وله قلبك تزيد
باشمهندس زرياب، في ثلاثة مدن الوالد الله يرحمه كان كثير الحديث عنه، كبوشية وشندي أمكنة بعبقها، كبوشية وشندي والموردة والأبيض. نحن عايزين في البداية تقلب لنا الكارني بتاعه من خلال هذه المدن أو خلال هذه المدن. أولاً كل عام والشعب السوداني وأنتم طيبين. أنت طيب يا أخي. والتحية لك والتحية لأستاذنا ودكتورنا أستاذ أنس. أنا سعيد إنه أكون وسط العمالة غدير. الله يبارك. والتحية للفرقة وكل الموسيقيين وأهل الفن عامة. اليوم في حضرة برع محمد ضبع الله والحديث ذو شجون. أستاذك وأبوه. أستاذي وأبوي. فأنا سعيد كل السعادة. وحقيقة الكلام صعب جدا لأنه عن برع محمد ضبع الله بكل بساطة. فلكن أحاول إنه يتكلم عنه بكل بساطة نيابة عن أسرتي، وبحييهم من هنا وبحيي كل أخواني وكل أهلي. بالنسبة لسؤالك، شندي مولد الوالد، وكبوشية الوالدة. الوالد ولد في شندي زاد؟ لا، ما في شندي، في الموردة. هنا في الموردة لكن الأصول. أما الوالدة من كبوشية، ولبيت رحلة الأهل الطبيعية من الموردة ومن مناطقنا في الشمالية لحد لبيت، لحد حسي عندنا بغادي باقي. الموردة اتولدنا هناك، حوشنا موجود هناك، وبعد كده الوالد انتقل لبانت، ودي المسيرة الطبيعية زي. الحركة بتاعت الناس التنقل يعني. فدي ببساطة يعني المدن اللي بتكلم عنها. كويس، دارين نخش بيتكم، دارين نشوف أسرة برع الصغيرة، الوالدة والأخوان والأخوات والعمام يعني الأسرة الصغيرة دي. ما شاء الله إحنا 8 أخوان، 4 أولاد و4 بنات. قول لنا الأسامي جداً. شوف المزيقة وين في القصة. أنا الوصاني، الأخوي الكبير محب برع محمد ضفع الله، هاني برع محمد ضفع الله، زرياب برع محمد ضفع الله، عبد اللطيف برع محمد ضفع الله، تغريد برع محمد ضفع الله، وهنادي برع محمد ضفع الله، وتيسير، ومي برع محمد ضفع الله. ما شاء الله ما شاء الله. فترتيبنا ولد بيت ولد بيت ولد بيت ولد بيت ما شاء الله. ميجر ماينر ميجر ماينر. فده ترتيبنا في الأسرة. احنا 4 اخوان الله يخليهم، و4 اخوات في الوالدة. دائما البرعي يعترف لي سر بانه لولا الوالدة لولا زوجته لما كان برع محمد ضفع الله. التفهم لطبيعة عمله ما بين الوظيفة والأصدقاء والألحان هي التي أعطته هذه الحرية وهذه الطلاقة وهذه السعة. نحن دائما تكلمنا عن هذه المرأة العظيمة يعني. الله يرحمه ويغفر لها، توفت بعده تقريبا بسنتين. يا سلام. وكانت حزينة جدا لفراقه، وحزينة إحنا أيضا. فهي عشرة بتاعت عمر حقيقة، وقفت مع الوالد وقفات كثيرة جدا كأي امرأة تقف مع زوجها. أو زوجي فنان كمان. أو زوجي فنان. حقيقة الوالدة هو أستاذة، خريجة كلية المعلمات، وتربينا تربية أستاذة يعني، إنها أستاذة، ودرجت لحد ما بقت في الدرجة الثالثة، وهي زولة مشرفة وموجهة. فتربينا بحنكتها وبأدبها وبتعاليمها والتعليم يعني نواحي الحياة الطبيعية لأستاذة بتربي أولادها. زولا من ناحية بتاعتنا زولا كانت موسيقية، كانت متفهمة لطبيعة الوالد، تفهم هي برضه عندها تجربة فنية، عندها يعني مبادئ الموسيقى وبتعرفها تماما، عندها رأي في الألحان ورأي إنه ممكن. نحن حضرنا مشاركتها الأخيرة يعني لما كبرنا شوية، فكانت اللحن بتلحن بتقول لبرعي يا اخي ادي لفلان الفلاني، ادي لفلان الفلاني، صوته قريب، صوته ممكن يطلع الكلمات ويطلع اللحن بالطريقه في ورشه داخليه. في ورشه داخليه. طيب نحن نحن حننقلك نقله حبيبه الى قلبك، حننقلك للأبيض جدا. وانا عايز الناس يعرفوا مرات فعلا فيه طيب بنشمة. نعم. يعني لاحظوا معي انه ده اول لحن لبرع محمد ضفع الله اللي هو ما فيه أي توتر للبداية، يعني ولد هذا اللحن بأسنانه. نعم.
وكان يعني واضح ان السودان يرتجيه ملحن كبير، وفي الصندوق بتاع الفاظه اللحنيه كان في اضافه جديده. نخلي اخونا ابو بكر، ابو بكر الصغير يعني رغم كل شيء ان يضيف لهذه الاغنيه نداوه كبيره، يعني اغنيه زرعوك في قلبي. زرعوك في قلبي يا من كساني شجون، وراك من دمي بلادنا العرجون. يا الباسم الهادي نورك سطع هادي، وماذا أقول في ثناء بك دلال عادي، وماذا لون أسران في قامة، وسحراني في عيون. حسنك الفردي يا معطراني جنون، هيهات أسلو هواك يا حبيبي أسلو هواك. أسلو هواك يا حبيبي أسلو هواك، أيها مهما طراني جنون، أنا للغاك صادي لو في الخيال راضي. انا حبيبي انا انا في انتظارك،
أنا في انتظار عطفك مرت علي سنين. أوعدنا بنظرة وخليك علينا حنين. أزرعك في قلبي يا من كساني شجون، وراك في دفني بلاد العرجون. دكتور أنس، أقرأ لنا النص ده يعني في التخت السوداني، ورينا العبقرية بتاعت إنه ولد صغير أفندي في الأبيض يقتحم فنان كبير زي عبد العزيز داود، ويكون هذا النص الأول في مسيرة الألحان بينهم. والله يا أستاذ حسين خوجلي، لو أنا ككاتب يعني ومحلل جبت الأغاني كلها اللي حنا أستاذ برعي ضفع الله رحمة الله عليه ما بخطها في الأول، بحكم التجربه يعني. لا انا اقصد انه يعني ده الاول يعني ده لحن الاول، الاول لحن التدربيه والتجربه. من ناحيه التلحين والشكل والقالب والمعالجه الداخليه هو لحن متقدم خالص يعني. انا بفتكر انه هو متقدم على انساك اللي هو جاء لاحقا، انساك المقدمه الاوركسترا بتقول نفس الكلام، لكن شوف المقدمة الموسيقية اللي عمله الأستاذ برعي في 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 الأغنية، ولاحظ النقلات اللحنية في الداخل يعني. ده زول عنده بصيرة بتاعت إنه هو يعني أول مرة يقدم لحن زي ده متكامل، يعني يصل إلى درجة إنه حتى عرف كيف يوظف صوت عبد العزيز داود في الحاد وفي الغليظ. الفكره الموسيقيه عند برعي محمد رفع الله دائما حنلقاها لقدام، انه هو لثقافته لمخزونه من ودراسته ومخزونه من التراث اللي استمع له من الذكر ومن المديح ومن الخلوه ومن المدرسه، ويستطاع ان يخزن. ولذلك لما يطلع الالحان يطلعها مسبوكه زي ما بقولوا، وكله يعني لاحظ انساني تمتم و زرعوك في برضه تمتم، لكن الاثنين مختلفات، الاثنين شكلهم اللحني مختلف. تمتم بيوت يعني انت كيف؟ فحقيقة هي دي اغنية برهنت انه حركة الغناء في ذلك الزمان تشهد بمليلات عبقري. يا سلام. عبد الله عربي ربنا يطرب الخير، مرة قلت له يا اخي تعال اعمل لنا حاجة عن برعي، قال لي برعياته، برعي المحاسب، برعي والدنمورة، ده برعي الملحن، برعي الموسيقار الدبلوماسي، مدير إدارة الموسيقى بالإذاعة، برعي لاعب الإخلاص الحريف منعته ظروف العمل إنه يمشي الهلال والمريخ وكذا. فقام قال لي لما تحدد يعني برعياته خلوني أنا بشارك. أنا كنت بقول أشوف التنوع ده. أنا هو برعي ده مؤسسة. كويس، دي عبارة ممتازة إنه برعي مؤسسة. زرياب، ورينا التجربة اللي كلمكم عنها الوالي في الدراسة، يعني قرأ موسيقى كيف؟ الوالد طبعاً اتدرج، قرأ المعهد العالي للموسيقى والمسرح في القاهرة، وبعد كده واصل في كلية ترينتي بلندن. الوقت ده كان داود اتزوج وسافر لندن وبدأ الدراسة هناك، ومنها جاء أخوي محب الكبير في الفترة ديك يعني. ان شاء الله يندق جنسية. ما اخذها والله للاسف الشديد، لانه الوالد اصرت انه يتولد في السودان في الوقت ذاك يعني. فجمي هناك وتم دراسته وجا راجع السودان. يعني هو درس في انجلترا وفي القاهرة. نعم. طيب لما فتحتوا لقيتوا من في الوسط الفني معاكم في البيت؟ حقيقة أنا بالنسبة لي لقيت ثلاثة شخصيات أساسية في بيتنا. أنا تربيت على رجلينهم. أستاذنا الله يرحمه ويغفر له علي المك، وأستاذنا سيد خليفة، وانا بقول بالترتيب
استاذنا علمك، استاذنا سيد خليفه، استاذنا عبد العزيز داود، الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم. تعرف يا زرياب، مره يعني لما حصلت غربله للاغنيات السودانيه كده، نعم، فقمت انا حقيقه زي ما اقول لابو رعي، انا في الحانك خيطفي عهد الرشيد، لانه افتكر انه عمل فيها شغل متقدم جدا. نعم. بعدين قمت قلت يا اخي انا والله ما داير النص ده يموت لاي اسباب. فقام سيد، قمت قلت له يا اخي انا داير باي طريقه اسمع عهد الرشيد. فقام قال لي يا اخي في بعض الحاجات عليها مفردات عليها مآخذ يعني. قلت له يا اخي يعني ما في قداسه ل ما دام الشكل الاساسي موجود والروح، ما في قداسه للنص وحتى التلحين يعني. قمت قلت له لانه حتى الناس بيخطوا يعني قدامهم النوته لما نعزفوا بتطلع البواعث بتاعتهم الشخصيه وكده. فقام قال لي انا الحقيقه بديك فتوى تتيح لك بعض التغييرات. قال لي انا لما سجلت الاغنيه دي محمد صالح فهمي كان موجود، وهو رجل باعتداده باللغه وكده، ما تكلم لي عن الجانب بتاع لو في انفلاتات يعني مذهبيه ولا فكريه. فقام قال لي يا اخي الاغنيه دي فيها شجن شديد، فما في معنى تقول حطم الكأس وولى، يعني شنو يكسر له كوبايه يعني؟ ما عنده معنى. ما عنده معنى. قال له يا اخي النص ده بيستاهل يكون حطم النفس وولى. نعم. فقام قال لي انا قلت له والله ده ابلغ لكنني سجلتها يعني. فقال لي انا حسي في الجلسات الخاصه وكده بقول حطم النفس وولى. بعدين قمت اضفت له ولقيت فرصه، قلت له يا اخي من المظلومين في التاريخ العربي الاسلامي هارون الرشيد. هارون الرشيد ده في عهده بلغت دولة الإسلام وحضارة الإسلام شأوا بعيدا، نعم، عندما كانت كل الدول تحت أقدام الحضارات، نعم، كانت هي الأولى. ويكفي أولاد الأمراء الأوروبيين كانوا بيدرسوا في بغداد. نعم. وقمت قلت له يا أخي هذا الرجل الذي يعني ظلمته كتب الأغاني والمفضلات العربية، هو رجل كان يقول رغم عزه الدنيوي، قالوا إنه هارون الرشيد كان ذلك الخليفة الذي كان يحج عاما ويغزو عاما. وكل العباقرة من الشعراء الكبار هبوا وهبت تجربتهم الشعرية الضخمة في ذلك العصر وفي كنفه. فقلت له أشرف أن يقول يا رواة الشعر من عهد الرشيد. فضحك سيد عليه الرحمة بأريحيته تلك وغناها لهذا البعد، غناها بهذه التعديلات الطفيفة. أنا بقول عشان بعدين أجي أتكلم معاك إنه هل للعمل الفني قداسة، ولا يمكن المجتمع في أثناء حركته إنه يضيف تجارب جديدة، زي ما تلودي الله يرحمه محمد عبد القادر تلودي جاب زنجار وختاه وشطب كل الاغنيات الرخيصه او الكلمات الرخيصه لاغنيات التمتم، وعمل له من بفنفسك يا القطار وسودانية جوا وجداني بريد وكذا بدون ان تثير ضجه. انا عايز ياسر عبد الوهاب يغني لنا هذا النص، وبعدين نتكلم عن هذه القداسة يعني الحقيقية والمدعاة. نعم. شفاه الحب غناها الجمال، المنى يروح قلبي، المنى يروح
حق المنير وحق المنير وحق ليس فني الدلال ليس فني الدلال ليس فني الدلال شعرها ليلى
متموجة صدرها الوساب وهودية شعرها ليل متموجة صدرها الوساب وهودية هم ست عطشة وأخرى هم ست عطشة وأخرى هي نبع شوفها نار وجمرة هي نبع شوفها نار وجمرة ليتني لو قلتها